دمعة ما نزلتهاش. عارفة لما تحسي الموضوع انتهى خلاص ده حاجة قديمة. الحب بينهم اتحول لعداوة وكل واحد فيهم بيتهم التاني انه السبب في الانفصال. عملوا موفينج اون في اقل من كام شهر. تصريحات وهجوم متبادل بين الفنانة هنا الزاهد واحمد فهمي بعد مرور شهور على انفصالهم عن بعض. فبالرغم ان الطرفين اكدوا كذا مرة احترامهم لبعض واستمرار الود والمحبة بينهم حتى بعد الطلاق، لكن مش ده اللي ظهر للجمهور. وفجأة الحب ما بينهم اتحول لعداوة وكل واحد فيهم بقى شايف انه السبب في الانفصال. فيا ترى ايه القصه الكامله لخناقه احمد فهمي وهنا الزاهد بعد انفصالهم عن بعض؟ البدايه كانت مع تصريحات هنا الزاهد بعد انفصالها عن فهمي بشهور، فقررت هنا تفتح قلبها لاسعاد يونس في برنامج صاحبه السعاده ويتكلموا عن شعورها وتجربه الانفصال الصعبه. فحكت هنا بطريقه غير مباشره ان مشاكل جوازها كانت كتير، ولمحت ان عيله الزوج ساعات بتكون السبب طول المشاكل والانفصال، وعشان كده ما زعلتش. وقالت في كلامها: انا قلت ان اول ما يحصل ده هتضايق وهبقى زعلانه جدا. انا عايزه اقول لك اني ما نزلتش دمعه. عارفه لما تحسي ان الموضوع انتهى خلاص وبقى حاجه قديمه؟ هو ده. ودي نصيحه لاي بنت بتمر بنفس الموضوع. اول حاجه عملتها اني ما بقتش لوحدي، كنت مع عيلتي لان عيلتك هي اللي تدعمك. انا اول ما حصل كده على طول كنت مع امي واخواتي وكنت وسطهم. ولازم البنت تبقى مؤمنه ان ربنا فعلا بيعمل لها الخير. والله العظيم لاني انا كان عندي ايمان قوي ان ربنا شايل ليا حاجه او عارف حاجه عشان كده حصل كده، وان ده مش نصيبي. ودي كانت فتره في حياتي كان فيها الحلو والوحش، بس كان فيها حاجات كويسه برده. بس هو اللي حصل ان انا خلصت الموضوع، شوفي حياتك بقى. طبعا تصريحات هنا الزاهد مع صاحبة السعادة سبب في ان عيلة فهمي اتضايقت منها، وحتى لو بطريقة غير مباشرة، فحسوا ان هنا كانت بتقصدهم بكلامها. فقررت والدة احمد فهمي انها كمان ترد على هنا بطريقة غير مباشرة لانها كانت حماتها السابقة وشايفة انها ما عملتش حاجة وحشة معاها. كتبت في بوست لقحت فيه على هنا وقالت فيه: ما كدبش اللي قال قليل الاصل، لا تعاتبه ولا تلومه. ومش بس والدة احمد فهمي هي اللي قررت ترد على كلام هنا، لا كمان كريم فهمي اخوه هو كمان حب يرد من غير ما يحسس الجمهور انه بيرد على هنا. نشر صورة ليه مع احمد فهمي عشان يأكد ان علاقته باخوه كويسه جدا بعد الطلاق، وعلق عليها وكتب: كتف في كتف. مش بس كده، كمان نشر صوره ليه مع زوجته لان الجمهور هاجمها واتهمها انها سبب في انفصال هنا واحمد بسبب الغيره من هنا، واتغزل فيها باغنيه عمرو دياب. اما احمد فهمي فهو اخر واحد فكر يرد على حلقه هنا. فخلال لقاء ليه اتكلم احمد عن فكره تعدد الزوجات، وقال ان فكره جوازه باكتر من واحده خلال فتره قليله كانت تجربه كويسه ليه، وان جده اتجوز 17 واحده بعد سن ال 50، ومش عارف اذا كان ممكن يعمل زيه ولا لا، لانه مش متوقع شكل حياته ولا كان عارف انها تكون كده. وحس الجمهور ان احمد فهمي بيحاول يستفز هنا، عشان كده قال التصريحات دي هو وعيلته. فيا ترى هنا الزاهد واحمد فهمي هيقدروا يتجاوزوا ازمه طلاقهم، ولا الخناقات هتفضل مستمره بينهم؟